هاجس التحكيم المخيف، لأنه وقتها رئيس النادي الوداد سعيد الناصري قال كلام مهم جدا دلوقتي يبقى خطير قوي، نفكركم بيه. بغيت نشوفها معك سيدي انك كثر القيل والقال والتواجد معنا ديالك اليوم باش يوضح العديد من النقاط. واش يعني صحيح ان كانت هناك مساومه بان يعني بعض المسؤولين طلبوا منكم مواصله المباراه مقابل ربما باستثناء كله بدون استثناء كلهم مقابل يطالبون كيقول لكم كملوا الماتش معنا خلينا نديو هذا الكاس العام والعام الجاي ديالكم. العام الجاي ما كاين مشكل، العام الجاي ديالكم كاين العام الجاي بقينا في الحيط. حنا ما كناش كنتفوق. هو يتحدث على انهم كانوا بيحاولوا يستردوه مسؤولين كبار في الاتحاد الافريقي وبيساوموه، يعني طب فوتها عد دي واللي جايه ليك الجايات اكثر ربنا يستر. قال لك تمت مساومتي على البطوله القادمه، بس النظام نلم الموضوع دلوقتي. احنا كل اللي نتمناه مباراه تعكس قيمه الفير بلاي في كل عناصرها بما واولها التحكيم.